هنروح مع حضراتكم دلوقتي لحاجة تانية وفنون كده مختلفة شوية من محافظة أسوان اللي بتشهد انطلاق مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل في دورته السابعة واللي هيتم أو بيتم تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان كمان بجانب وزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا المهرجان معانا عبر الهاتف الدكتورة هنا مكرم رئيس مهرجان طيبة الدولي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف الأول إيه هي الفنون التلقائية، يعني نوضح كده للمشاهدين إيه هي والمستهدف إيه من المهرجان في هذه الدورة. هي الفنون التلقائية كل ما هو فطري، سواء كان كتابة، شعر، رسم للأطفال، لأنه حاجة مش أكاديمي، هو يعني فن طالع من فطرته تلقائي يعني. ومسرح الطفل ده جزء يعني تربوي شويه، ان احنا بنهدف لمسرحه منهج، وان الطفل يكون بيدرس المنهج وفي نفس الوقت قادر يمسرحه، فهيبقى استيعابه للمنهج اكتر، وهيخرج ده جيل من الاطفال واثق من نفسه وقادر يعبر عن حاله. نعم. مهتم اكتر بالمسرح كفن وبدراسته. لكن بيشترط في الاعضاء اللي هم يكونوا او المتسابقين اللي هو يكون الموضوع بالنسبه له هو زي ما احنا بنقول كده بالفطره، عنده موهبه بالفطره مش موهبه مدروسه. يعني هو مش كده شرط، احنا بنحاول نخلي الطفل يعبر عن حاله. طيب. ومنه بنقدر نخرج مواهب، يعني بتشوف الطفل ما درسش دوت بس قادر ينفذ قواعد وينفذ شروط مسابقه. بس لحظه يا دكتور، يعني في حد ذاته احنا يعني هنا اللي انا فهمته من كلام حضرتك اللي انتوا بتفتشوا عن المواهب، بس المواهب اللي يكون عندها البيزك او عندها القاعده الاساسيه اللي موجوده عنده البدايات، وانتوا تبتدوا بعد كده تسقلوا هذه المهاره او الموهبه. يعني بالظبط كده. نعم. طيب نقدر نقول الأطفال المشاركين في المهرجان من سن كام لكام يا دكتور؟ احنا السنة دي واخدين المرحلة الابتدائي، سواء كان في الفن التشكيلي أو في المسرح. ابتدائي، فبنتكلم من سن 6 سنين لـ10 مثلا؟ لـ10، لكن في ورش بجانب المهرجان على هامش المهرجان، الورش دي ضمة من 10 سنين لـ16 سنة. هايل. نعم. فهو هدف قطاع يعني الطفولة بالعموم، يعني من أول مرحلة التعليم مرحلة التعليم الأساسي يعني. هايل. طيب دكتور، عاوزين نعرف مدة أيام المهرجان قد إيه وأبرز الفعاليات اللي هتكون موجودة في خلال هذه الأيام. هو النهاردة الافتتاح إن شاء الله، والختام هيكون يوم 9. الختام والافتتاح في قاعة عروس سنين في أسوان، لكن الفترة بتاعت الفعاليات اللي هو من يوم 6 ليوم 8 دي هتكون في إدارات تعليمية خارج أسوان. احنا في توشكا تاني يوم إن شاء الله بكرة، وفي كومومبو يوم 7، ويوم 8 إن شاء الله دي ورشتين لدولة الأردن ودولة الكويت، هتكون في متحف النوبة. الورش دي بقى هي اللي بتخلق أطفال إزاي يعملوا أداء مسرحي، إزاي يقفوا على المسرح، إزاي يقرأ قصة، إزاي. فمعنا الحقيقه يعني من البلدين، سواء الفن التشكيلي او الاداء المسرحي او قرايه قصه من الكويت، يعني سيدات وساده من فعلا من انقى ومن اذكى الفنانين اللي هيزوروا السنه دي باذن الله. طيب انا اللي فاهمه انه اللي هيحصل هيكون على هيئه مسابقات ما بين الطلبه او الاطفال، ده صحيح؟ لا، في عرض مسرحي، في عرض مسرحي بيعمله الاطفال. هيكون في بقى نوع من انواع الحكم يعني، او انه حكام مثلا مسابقات ما بين المدارس، او يعني فاهمينا هتبقى ماشيه ازاي اكتر؟ طيب هو في بس شقين، في اللي هو مسابقات الاطفال اللي احنا دي مواجهه المسرح باسوان عارف بيها من حوالي شهرين، مدرب الاولاد على حاجه معينه واللي هي يعني حديث الساعه اللي هو المناخ. ده الفصل الدراسي من الدراسه بتاعه الاطفال وهيمسرحوه، فدول داخلين مسابقه. الفايز طبعا ليه تقدير جايزه معينه حطها لجنه التحكيم، وفي مسابقه الفن التشكيلي بتحكمها الفنانه نعمت، دي برضو ليها موضوع معين مختاراها اللجنه، وفيها برضو يعني مسابقه بجايزه.
بعملها قطاع الفني مثل التربيه والتعليم، واحنا نعم. كاداره مهرجان بنحكمها. نعم. الشق الثاني ان في وفد جاي عامل مسرحيه للاطفال، ده هيتعرض على قصر ثقافه تشكى ان شاء الله. ان شاء الله. هو في الطبيعي ان احنا معانا عروض مسرحيه، لكن ما بعد كورونا لسه الدنيا مش مترتبه مع السفارات بره مصر، فالمفروض ان كل وفد من ده كان جاي معانا. مثلا سلطنه عمان بتعمل ورشه حكي للاطفال، دي ورشه لايت، الاطفال بيحكوا بيسمعوا بيناقشوا اللي بيحصل على المسرح مع المؤديه او مع الحكواتي اللي موجود. فهي يعني انفتاح للطفل بتاعنا الاسواني ليه ثقافات ثانيه، هيسمع من عمان، هيسمع من الاردن، لا. والجميل كمان يا دكتور ان انتوا هنا يعني في كده نوع من انواع نشر الوعي لدى الاطفال بمشاكل الراهنه حاليا الموجوده والعالم كله بيواجهها، وهي طبعا مساله المناخ. فكل الشكر ليكي دكتوره هنا مكرم رئيس مهرجان طيبه الدولي، بتمنى لكم اكيد التوفيق. فكره الجميل اللي احنا يبقى عندنا كمان يا بسنت مبادرات بتهتم بالنشء، بتهتم بالطفل طبعًا. يعني مش بس يبقى عندنا زي جائزه الدوله للمبدع الصغير اللي بترعاها السيده انتصار سيسي قريه رئيس الجمهوريه، لا عندنا كمان مبادرات فرعيه اخرى منبثقه بيبتدوا ان احنا نوعي الطفل، لان الطفل ده هيبقى قائد في المستقبل في يوم من الايام في فكره ان انا انشئه نشء صحيح.